تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. إذن في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم يوم سعيد جدا تتحقق فيه جميع الإنجازات التي تسعون إليها. إذن أرقام التواصل 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. واللي حاب يتابعنا موجودين لايف عبر حساب نور دبي على الإنستغرام. ما نبتدي معاكم حلقتنا إن شاء الله بهذه الدراسة، أو دراسة وخبر يعني، يقول بأمر القضاء الأمريكي القهوة تسبب السرطان ويجب التحذير. لم يصدر العلماء بعد حكما قاطعا حول ما إذا كانت القهوة جيدة أو سيئة للبشر، لكن قاضيا في كاليفورنيا فعل ذلك، فقد قال أنه يتعين على بائعي القهوة في الولاية التحذير من أنها قد تسبب السرطان. السبب في ذلك مادة كيماوية تنتج في عملية تحميص القهوة، وهي مادة مسرطنة معروفة، وكانت سببا رئيسيا في صراع قانوني استمر لمدة 8 سنوات بين منظمة صغيرة غير ربحية وكبرى شركات القهوة. مجلس تعليم وأبحاث المواد السامة أراد من هذه الشركات إزالة مادة الأكريلاميد من منتجاتهم، مثلما فعل صناع رقائق البطاطس عندما رفعت دعوى ضدهم منذ سنوات أو كتابة تحذير على هذه العبوات. قام القائمون على صناعة هذه القهوة قالوا إن مستوى المادة الكيماوية في القهوة غير ضار، وإن أي مخاطر تتفوق عليها الفوائد، إلا أن إلهو بير هذا القاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس قال الأربعاء الماضي إن صناع القهوة لم يقدموا أسبابا موثوقة للمحكمة من أجل تعزيز حجتهم، وكتب في نص الحكم في حين قدم المدعي أدلة على أن استهلاك القهوة يزيد من خطر حدوث ضرر على الأجنة والرضع والأطفال والكبار، شهد خبراء طبيون وعلماء أوبئة بأنه ليس للمدعى عليهم حجة، لقد فشلوا في تقديم أي إثبات لمزاعمهم بأن استهلاك القهوة يوفر فائدة لصحة الإنسان. يذكر أن الدعوى القضائية رفعت ضد نحو 90 شركة قهوة بموجب قانون مثير للجدل أقره الناخبون في كاليفورنيا عام 1986، والذي يرجع الفضل له في التخلص من مواد كيماوية مسببة للسرطان من منتجات كثيرة. طبعا أنا هذا الخبر كان ممكن أعلق عليه، لكن آثرت أني أنا أتصل في الدكتورة وفاء عايش، موجودة معانا عبر الهاتف، بتعطينا تفاصيل أكثر، أو يعني مو بتفاصيل، يعني بتعطينا رؤيتها لهذا الخبر. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح الورد والفل يا محمود. سمعتي الخبر إن شاء الله؟ نعم طبعا. إنزين، شو رأيك، شو تعليقك على الموضوع؟ شوف، هلا في أكثر من وجه. بداية حسب الأبحاث اللي عملت في العالم ومنها المملكة المتحدة، إنه على نطاق واسع ب 2012 حول سرد القهوة والسرطان بالتحديد، إنه ما في أي ارتباط بين الاثنين، وحسب النتائج الدراسة إنه سرد القهوة لم يكن له أي تأثير على معدل الوفاة من السرطان،
وإضافة للدراسات أخرى على مستوى العالم إنه بالعكس هي بتفيد الناس اللي عندهم الزهايمر، القرف، الشلل، الرعاش، أمراض القلب، السكر وغيره. طبعا إحنا لما نتكلم وجود مضادات الأكسدازات فيها بتمنع هاي الجذور الحرة اللي هي بتسبب تلف الخلايا وبتأثر على وبتؤدي إلى السرطان ومستوى الأكسدازات. نرجع لإنه الدراسة اللي انحكت على حسب المادة، هل هاي المادة الأكريلاميد موجودة ولا لا؟ نعم هي موجودة، ونعمل دراسات على القوارض بكميات كتير عالية منها، بعض منها أثرت إنه أثرت عليهم سلبا إنه عملت لهم سرطان القوارض، ولكن بالنسبة للبشر على مستويات المستهلكة البشر ليس لها ضرر. وحسب الأبحاث إنه شرب القهوة بالكميات اللي موجود فيها مادة الأكريلاميد بالكميات المسموحة من منظمة التغذية العالمية ما بتسبب هاي المواد المسرطنة زي ما بتدعوا. فيعني بدك تستنى وتشوف، لأنه أكيد هلا حيطلع كتير أشياء وكتير دراسات. وحسب حتى مايو كلينيك استهلاك الدراسة، يعني في حقيقة أنه وجود علاقة بين استهلاك القهوة، إذا أخذت 28 كوب في الأسبوع يعني كميات كتير كبيرة، وأنا بتكلم على القهوة البرود، يعني مش القهوة تبعتنا، مش اللي هي الانستنت كوفي أو القهوة العربية الإماراتية أو الخليجية، لأن هي خفيفة جدا. إحنا نتكلم على قهوتهم اللي هي بتنحط وتضل تنغلى على فترة طويلة، وبالتالي بتصير طعمها حتى مر. هاي يعني حتى معها ما أثرت، ما في أي ارتباط ولا دليل على إنه أثرت إنها تسبب مواد مسرطنة أو تسبب الموت. طيب القهوة يعني في لها طقوس، في لها لذة معينة، كيف أنا أعرف إن هذه القهوة جيدة؟ زين، وفي قهوة ما تكون جيدة اللي هي ممكن تكون تجارية أو ممكن يعني من 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 القهاوي اللي حذروا منها في كاليفورنيا. طيب خلينا نتفق على شغله. اولا انه الناس استهلاك القهوه يجب ان تكون بالاعتدال، مثل ما احنا دائما محمود بنحكي عبر اذاعتك الكريمه وبرنامجك الرائع انه الاعتدال في كل شيء، كل شيء يزيد عن الحد ينقلب للضد، واحنا متفقين. حسب الباحثين بيقولوا دائما كمية القهوة يجب انها تكون يعني مدروسة من 50 ل 100 جرام على حسب زي ما تفضلت نوع القهوة. يعني لما بنتكلم على التركي اللي هي كتير مركزة من 50 الى 100 ملي جرام، يعني بنحكي على 4 فناجين صغار في اليوم. لما بنتكلم على الانستنت كوفي اللي هي قهوة من شجرة البن، يعني كمان انت بدك ترجع على من وين جاي. يعني في اشياء قهوه مش قهوه، يعني جاي من المشروم، من الفطر، جاي من مش عارفه من اي حيوان، هاي مش قهوه. القهوه هي بذور، قالوا حتى من وانت بكرامه من براز احد الحيوانات يعني يصنعون قهوه، هاي مش قهوه، هاي انت تبعد كل البعد عن القهوه. زراعه القهوه انك توضع لها طقوس، 20 بذرة في كل حفرة، وبتستنى مواسم وبدها 12 شهر لتطلع، يعني في لها طقوس. طبعا من انواع الرئيسية القهوة، القهوة العربية تبعتنا واللي هي طبعا يعني من اروع القهوات لانها بتيجي من شجرة البن. طبعا عندك 40 الى 50% من القهوة اللي بنقول عليها الارابيكا اللي هي العربية. طبعا عند الباقي بذور بيسموها روبوستا اللي هي بتنعمل منها الخلطات زي الاكسبريسو، وهي كمان تيجي من شجره البن. وطبعا اكثر بلد تزرعها اظن هي البرازيل اشهر وحده، بعدين يمكن الهند هلا عم بيطلع. فعندك بدك تيجي من شجره البن وليس من حشرات او حيوانات او حتى زي المشروم، قهوه المشروم من الفطر الحين لها نكهه ولكن وليست قهوه. الحين حتى في يعني بعض المقاهي شو القهوه مالتهم هذه يعني ينقحونها كذا قطره قطره تنزل مع مع ماي مغلي وكذا، فتنزل تنزل القهوه مركزه. هذه هي اللي بتكلم عنها. هي هذه صحيه ولا مش صحيه؟
هاي اللي هي انت بدك تركز انك ما تاخذها بكميات كبيره، فنجان واحد يكفي لانها بتكون كثير مقليه، وهي ممكن يعني تسبب ضرر اكثر ما تسبب فائده، لانها كثير مركزه وفي ناس بيشربوها طول اليوم رايحين جايين فيها. فهي طبعا احنا بننصح انك انت تعتدل وما تاخذ اكثر من فنجان، لانه شرب كميات كبيره من القهوه بتأثر باحتوائها على الكافيين أو باحتوائها على ثنائي البروتين. هاي الأشياء ممكن تؤثر سلبا على جسم الإنسان، خصوصا الناس الكبار السن. يعني عشان دائما نقولهم ما فيك تأخذ أكثر من 50 إلى 100 ملغرام في اليوم، يعني 5 إلى 10 غرامات من مسحوق القهوة في اليوم، يعني مع الأصغر عم بتكلم. طيب دكتور، أنا ما أبغى أطول عليك، بس في هنا حد يسأل يقول السلام عليكم، ما هي قشور القهوة؟ هاي ما لها قشور قهوة، هاي قشور القهوة. هاي طبعا هي القهوة بكون قشرة خضراء وداخلها بذور البن، شجرة البن. طبعا انت لك بالبن اللي جوا بالبذرة، اللي برا مجرد انك لما بتحمصها وبعدين ترميه. المفروض من الآخر دكتورة، أحسن قهوة شو؟ يعني شوفي، أنا ما بعرف أي أحسن قهوة أنت بتحبها، بس أنا بفضل البرازيلية طبعا اللي هي من شجر البن. من شجر البن. أي نعم. طيب شو تعمل منها؟ قهوتنا الإماراتية أو السعودية أو التركية. شو يعني تبغين تقدمين لنا نصيحة في ختام اللقاء هذا؟ دائما الاعتدال، يعني الاعتدال سيد الموقف في كل شيء، في فوائد لكل شيء ربنا خلقه سبحانه وتعالى. ولكن يجب أن نعتدل. شرب القهوة ما له تأثير سلبي إذا أنا أخذته في معدل جيد، بالعكس له فوائد صحية على أنها تمنع الكثير من الأمراض، حتى تليف الكبد، حتى النقرس، حتى الكثير. لكن ما أزيد عن الحد، لأنه ممكن أيضا الأشياء اللي هي ما عم بتضر الضر. زين، يعني نعيد نذكر بالمعدل، كم المعدل تقريبا؟ يعني 4 فناجين يوميا مش أكثر. 4 فناجين. يعني عم نتكلم على التركيش. أما إذا كانت القهوة العربية الإماراتية فهي خفيفة، ممكن تكون أكثر. أوكي، يعني صرنا 4-5 ميالس عاد أنت قهوة عندهم. إيه، لأنه أصلا هي خفيفة جدا، يعني أنت عم تحط معلقة كبيرة اللي هي المفروض يأخذها شخص خلال اليوم في دلة. فأنت ممكن تشرب الدلة وأنت لساتك محافظ على الكمية. دلة كلها؟ والله زين. لأن فيها 100 غرام، ما فيها كثير. ممتاز ممتاز. طيب بشرت الله بالخير دكتورة، مشكورة. الله يسلمك. كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية السريرية، علقت على الخبر اللي طلع أن القهوة تسبب السرطان ويجب التحذير بأمر القضاء الأمريكي. عموما ما طلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما أتواصل معكم. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة، مثل ما أخبركم دائما أن برنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذا نحن يعني ليه ما نجهز ضيفنا اللي بيكون معانا إن شاء الله، الأخ علي الرحمة، مثقف صحي أول بوحدة التثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي. بنتكلم معاه عبر العديد من الجوانب، لكن بعد ما نفتح لكم المجال مستمعين اللي عنده أي مداخلة يبغي يتداخل فيها مع برنامجنا، المجال مفتوح لكم، بنستقبل كل اتصالاتكم. يعني خلي الموضوع اليوم مفتوح بعد كذلك للجمهور، لأن نبغي نسمعكم، نبغي نسمع أكثر وما نحن نتكلم. علي صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور اخوي، كيف حالك؟ الله يسلمك علي، نحن كنا نتمنى تكون معنا في الاستوديو لكن ادريبك مشغول وعندك العديد من الفعاليات، فخبرنا او بتعطينا نبذه عن الفعاليات اللي بتقوم بها الهيئه خلال يوم الصحه العالمي. طال عمرك انا الحين اكلمك من الحمله، يعني لا يبقى اكلمك هناك. الله يسلمك. فهيئة الصحة تنظم العديد من الحملات، يعني توعوية صحية للمجتمع خلال شهر أبريل بخصوص يوم الصحة العالمي. فمو بس يوم واحد نحتفل فيه، شهر كامل توفي حملات صحية وتوعوية للجميع أفراد المجتمع. يعني شو المواضيع اللي بتركزون أو تركزون عليها علي؟
الله يسلمك. هو كل سنة عندنا ثيم خاص يطرح العالمي، فهالسنة عندنا Eat Well Stay Healthy، يعني الأكل الصحي للجسم السليم. فهالسنة ركز على الطحن الصحي، شو مكوناته، شو المفروض كم كمية البروتين، كمية الرز الآخرة. طبعا الحملات هاي بعد تضمن يعني محطات صحية أخرى، يعني مثلا محطة السعادة فيها مثل لحظة فضفضة يسمونها، مثل يتكلموا عن الضغوطات النفسية بشكل يومي يعني على الأفراد، سواء شخص يداوم أو ما يداوم يعني. كيف هاي شرح لي إياها شوية، أبغى أعرف هاي. الله يسلمك. فنحن عندنا نسوي فحص اسمه هابينس سيرفي، هو من جامعة أكسفورد. الفحص بقى تجاوب أسئلة معينة، بعد ما أجاوبها نشوف شو هي كمية الـ يعني السعادة عندك. فإذا طلع مثلا معدل 5 أو 7 يكون مثلا ممتاز، إذا كان 3 أو 2 يقول لا في شيء مشكلة لازم تشوفها. نسأل يعني أكثر، نستفسر أكثر شو الأشياء اللي هي تسبب الستريس فاكتور. زي أكثر شيء من اللي شفتوه، يعني شو أكثر شيء ممكن الواحد هذا يسبب له ستريس؟ هو والله يختلف من شخص لشخص يعني. في ناس أكثر شيء تكون عندهم مثلا ضغوطات من العمل، أو مثلا ضغوطات عائلية تكون هي سبب لها، أو مثلا عائلية. حدد لي من منو. بدول أقول الزوجة بس ما بقول، أنت من الصوبين. من الصوبين. منزين. علي، يعني فحص جميل الصراحة، لأن مسألة ضرورية أن الواحد يعني يعرف أن الضغوطات النفسية ممكن تؤثر على صحته بشكل كبير. اللي يهمني أيضا أن وجودكم كمثقفين صحيين تتكلمون عن مسألة التثقيف الصحي. ليش نحن نتكلم عن التثقيف الصحي؟ والله كل ما الشخص كان مثقف أكثر في مجال الصحي يقدر يتخذ قرارات صحية أفضل للوقاية من الأمراض. أيضا مو لليوم، للمدى البعيد. وأيضا يعني نفس الوقت يحفز الشخص أنه يلتزم بنمط حياة صحي، يعني تحفيزه، مو بس أنه يكون مثقف، يكون محفز يعني. طيب الثيم مال اليوم الصحة العالمي اللي أنتم تحتفلون فيه لشهر الحين، ذكرني فيه علي. الله يسلمك. أيضا مثل ما قلت أنه مو بس محطة الطعام الصحي اللي هو Eat Well Stay Healthy، في عندنا مثل محطة الأسنان، طريقة تفريش الأسنان، إقلاع عن تدخين، فحص أول أكسيد كربون، أيضا فحوصات العامة اللي هي كورتيزول وضغط الدم والسكر، وإضافة إلى طبعا محطات الهيلث جيم نسميها، مثل عبارة عن ألعاب صحية الواحد شارك فيها، ونفس الوقت يحصل جوائز عليها يعني. توزعون جوائز ما شاء الله. بس يعني هو جواز زين، يعني تشجع الشخص إنه يلعب يعني ويفوز. ممتاز. يعني وفي النهاية الجائزة الكبرى أنك أنت يعني تثقف نفسك صحيا. أحسن. زين. الخدمات والحملات اللي تقومون بها يعني بشكل عام في وحدة التثقيف الصحي في هيئة الصحة، هو صراحة يكون جهد يعني بين عدة إدارات، يعني مو بس التثقيف الصحي، قسم برامج صحة المجتمع وإدارة التغذية، إدارة أسنان، فكلها جهود موحدة. نقدم مثل ما قلتنا الحملات التثقيفية، وبشكل خاص بالنسبة لوحدة التثقيف الصحي عندنا عيادات التثقيف الصحي موجودة في عيادات هيئة الصحة، يعني مراكز صحية. طيب شو هي أهم المواضيع الصحية اللي يجب أن نثقف بها مجتمع دبي بشكل خاص، يعني إذا تكلم عن مجتمع الإمارات؟ الله يسلمك. تماشي مع خطة 2021 دبي، إمارة دبي، وأيضا رؤية الإمارات 2021، نركز على الأشياء التي توقينا من الأمراض الغير معدية، مثلا الأكل الصحي، الاختيار الصحي، الرياضة وجودة الرياضة، وأثر قلة الحركة، يعني مثل يسمونها بالإنجليزي sedentary lifestyle اللي هو يكون ما يتحرك لفترات طويلة. أيضا العادات السيئة مثل التدخين، ونشجعهم أيضا على الفحص الدوري. في بعض الفحوصات لازم يسوونها بشكل سنوي أو بشكل 6 شهور، أو على حسب العمر، أو على حسب الجنس المراجع. فهي عدة أشياء. وأيضا الفيتامين دال، نقص الفيتامين دال مشكلة كبيرة في الإمارات عندنا. فهاي المواضيع اللي نركز عليها بشكل عام.
طيب شو الخدمات اللي انتم تقدمونها يعني بشكل سريع علي، يعني خدمات ان الواحد يستفيد منها دائما من خلال تواجدكم في هذه الفعاليات؟ اللي هي الحملات الصحية، لان احنا على حسب طلب المؤسسات او حتى الجامعات احنا نصير يعني. الحين وين متواجدين انتم علي؟ وين مكانكم بالضبط؟ اليوم الله يسلمك في مركز بيئة تجاري مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة. ممتاز. وان شاء الله بنكون بعد نسير جمعية بيت الخير، يعني حتى المؤسسات الخيرية، جامعة زايد، ديوة، مواصلات الامارات، يعني عدة هيئات حكومية ان شاء الله بنسير لهم نسوي حملات عندهم. وبالنسبة للجمهور وين ممكن يشوفونكم؟ كيف ممكن يتواصلون معاكم على اساس يتعرفون على هذه الحملات؟ تواجدكم ممكن من خلال يعني انطلاقكم لمختلف الاماكن هذه؟ الحملات نكون يعلنون في الاكونت الهيئة الانستغرام ان احنا سوينا الحملة هالمكان او بنسوي الحملة هالمكان. فالتغطية الاعلامية هي عادة هي اللي تساعدنا في نشر احنا وين بنكون في المرة الجاية ان شاء الله. ممتاز. باكر وين بتكونون؟ باكر الله يسلمك انا حاب الجدول، عندنا مركز دبي المالي. ممتاز. اللي حاب انه يسوي فحوص خاصه بالسكر، فحص خاص بالاسنان، الاقلاع عن التدخين، الطعام الصحي، حتى الفحص في محطه السعاده هذه وايد انا عجبتني. زين ممكن ان يتواصلون معاكم صح؟ ان شاء الله. هي اكيد. طيب الاستاذ علي الرحمه مثقف صحي اول وحده التثقيف الصحي في هيئه الصحه بدبي، نحن شاكرين لك. نحن مستمعين ما نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله صحه وسعاده معنا ولا تذهبوا بعيدا. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده، هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئه الصحه بدبي وبالتعاون مع إذاعة نور دبي. إذن يعني متواصلين معاكم، حد هني كاتب لي شيء ريوق، تريقنا الحين داخلين على وقت الشسمة، عقب شوي ما ندخل على وقت الغداء. ناصر بعده يتريقته والناس. إذا أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف عبر حساب نور دبي على الانستغرام. صباح السعادة على الجميع. مستمعينا ما نتوجه الحين إلى قسم الأعصاب في مستشفى راشد، ما نتكلم عن واحدة من الشهادات المصدقة اللي حصل عليها هذا القسم. معانا عبر الهاتف دكتور أبو بكر المدني، استشاري ورئيس قسم الأعصاب في مستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور. الله يحييك. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الله يسلمك دكتور. ما شاء الله أنتم القسم هذا من الأقسام المميزة جدا في هيئة الصحة بدبي، عندكم ما شاء الله العديد من الإنجازات اللي تحققت ليس على مستوى دبي ولا الإمارات، لا حتى على المستوى المنطقة والمستوى العالمي. ولكن دكتور نحن نبغى نتكلم عن آخر الشهادات، يا ترى يعني يا ليت تعطينا نبدأ عن هذه الشهادة اللي حصلتوا عليها، وشو هي هذه الشهادة، وكيف تأهل قسم الأعصاب في مستشفى راشد للحصول عليها؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المرض اللي حصلنا شهادة عليه مرض تصلب الأعصاب الويحي اللي الزايد بشكل مضطرد في الإمارات. ارتأينا لنسبة، لأن العدد زاد بشكل كبير، فشفنا أن لازم ننظم نسوي خدمة مميزة لهالمرضى، بحيث أن نشوفهم ونشوف تيم الكامل حوالينا مع أساس يتعالج المريض بالطريقة الصحيحة. ففي البداية شفنا أن نسوي قسم خاص وعيادة خاصة لهم، يشوفون أطباء متخصصين في مرض التصلب اللويحي ويشوفونهم بشكل مستمر. في البداية يتم تحويل المريض عن طريق العيادات الخارجية أو العيادات التخصصية الأخرى، بعدين يتم فيها معاينة في المريض من طرف أخصائيين الأعصاب المتخصصين في هالمرض، ويتم إجراء الفحوصات اللازمة إن أمكن لضمان صحة التشخيص. فبعدين يتم علاج المريض بأحدث الأدوية المناسبة بالنسبة لمرحلة المريض، إذا متطورة أو نشطة أو في بداية المرض. بعدين يتم متابعة المريض بعناية في المستقبل في العيادات التخصصية الموجودة عندنا.
ويوجد كذلك وحدة خاصة قسم 13 لعلاج الحالة لعلاج حالات الطارئة والهجمات الطارئة لتصلب الأعصاب النواحي في أسرع وقت ممكن. كذلك في تيم خاص تم تدريبه من طرف أطباء الأعصاب بشكل مستمر، يعني خلال السنتين الفاتوا كنا نبعث التيم هذا الخاص لعدة دول في المراكز المتميزة بتصلب الأعصاب النواحي ويتدربون فيها بشكل مستمر. كذلك ساعدونا أطباء الأشعة وكانوا يروحون بشكل مستمر للدول المعنية أساس يشوفون شو الطبقات أو شو السوفتوير اللي نحتاجه عشان نشخص المرض هذا بشكل دقيق. ممتاز. وساعدونا كذلك قسم الصيدلة وقسم التمريض بشكل مستمر نعلمهم ويصيرون مراكز متخصصة. فلما جهزنا هالموضوع تم تقريبا 3-4 سنين. جت اللجنة هذه خبراء معروفين في تصلب الأعصاب اللويحي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. اللجنة هاي مكونة من مينك ترمز، هم معناته لجنة تصلب الأعصاب اللويحي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. جو عينة والموضوع زارونا وشافونا مركز مناسب نكون مركز متميز، فعشان على هالأساس أعطونا الأعتراف الدولي عليها. طيب دكتور أنا ويعتبر هذا على فكرة أول اعتراف على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمة تصلب الأعصاب النواحي. ممتاز جدا دكتور. أنا أبغي الحين، أنت ذكرت أن المرض بدأ ينتشر في دولة الإمارات، أنا أبغي أعرف شو متوسط معدل الإصابة بمرض التصلب اللويحي، أو إذا في أرقام وإحصائيات عندك عن هذا المرض في دولة الإمارات. هذا واحد. اثنين دكتور أنا أبغي أعرف شو هو هذا المرض، عشان الناس بس معظم الناس ما عندهم الخلفية الكبيرة عن التصلب اللويحي. طبعا للأسف ما عندنا إحصائية دقيقة لكم عدد مرض التصلب اللويحي موجود، بس الزيارات اللي تجينا في مستشفى راشد ما يقارب 600 مواطن في إمارة دبي يعاني من هالمرض. في إمارة دبي 600 مواطن. عدد كبير والله. عدد كبير وتقريبا مماثل في إمارة أبوظبي، فإذا نحسبها تقريبا ما يقارب 1500 مريض مواطن أو إماراتي موجود يعاني من مرض تصلب الأعصاب. طيب دكتور خلنا نشرح المرض هو شو بالضبط للمستمع. طيب. بشكل مبسط عشان الناس بس يفهمون. المرض بشكل مبسط شو هو مرض تصلب الأعصاب اللويحي. شو يصير مرض يؤدي في كثير من الأحيان الإنهاك، لأن جهاز المناعة في جسم الإنسان يتم إتلاف الغشاء المحيط بالأعصاب. في غشاء يحيط الأعصاب بيكون مادة دهنية. شو يصير؟ يصير شو بنسميه بالإنجليزي أوتوميون، يعني يصير المناعة الذاتية بدل ما تدافع عن جسمك تصير تهجم على الأعصاب. وهذا يسبب فيها أعراض. اللي هي شو الأعراض دكتور؟ يعني أغلب الأعراض الموجودة تسبب الخدر في نص معين من الجسم. قد يكون فقدان جزئي أو كلي للنظر مؤقت طبعا، رؤية مزدوجة أو ضبابية، أحيانا يكون أوجاع وحكة في أجزاء معينة من الجسم، إحساس بما يشبه بالضربة الكهربائية لدى تحريك الرأس حركات معينة، أحيانا يسبب رعاش أو فقدان التنسيق بين أعضاء الجسم، في بعض الأحيان أو معظم الأحيان يسبب دوخة وتعب. يعني هذه أعراض يعني يسمونها فيك سمتم، يعني أعراض شوية خفيفة وأحيانا الإنسان ما يقلها بال. طيب. بس إذا تزيل وتتكرر هناك الإنسان يروح يزور الطبيب فيها. جميل. متى الواحد عادة يكتشف هذا المرض أن عنده دكتور؟ ممكن يعني إذا يكتشفه بشكل مبكر عند الأطفال أو عند سن معين؟ المرض موجود عند الأطفال طبعا، بس لأني في حكم شغلي أنا أدرت نيورولوجي، أنا طبيب تخصص كبار. الشائع أكثر بين العمر 20-40، والجنس بالذات النساء يصابون أكثر من الرجال. وهناك في احتمالات عوامل وراثية قد يزداد فيها، يعني نحن لاحظنا
اللي عندهم تصلب الأعصاب في لابد يكون حد من أهلهم عندهم المرض. أوكي. هني دكتور يعني أنا يعني من حكم يعني تعاملي مع بعض الأشخاص اللي عندهم هذا المرض دكتور، ألاحظ أن دائما هؤلاء الناس ينظرون إلى الحياة بشكل إيجابي، دائما مبتسمين، دائما سعيدين، يعني غير عن المرضى الآخرين. هني أبغي أسأل دكتور، شو الأشياء اللي ممكن تخلي الواحد يعني تزيد حالته ويوصل لهذه الأعراض اللي ذكرتها بالنسبة لي مرضى التصلب اللويحي؟ الأشياء اللي ممكن تزيد حالته يعني إذا عند المرض هذا، الأشياء اللي ممكن تهيجة إذا جت لحمة، الأرق النفسي أو الإجهاد النفسي. في دراسات أثبتت إن إذا أنت عندك المرض مبسوط، وإذا عندك المرض حزين جدا. الحزينين أو المصابين بالاكتئاب المرض يتطور بشكل أسرع، وممكن فيهم هجمات بشكل متكرر أكثر، وهذا مثبت علميا حتى فيه. فعشان شيء نركز في الجانب النفسي كذلك، والطبالة النفسية هنا في مستشفى راشد ساعدونا بشكل كبير على الأساس في الجانب النفسي جدا مهم. كذلك الأمراض، إذا عندك المرض وتشتكي بأمراض أخرى أنت معرض بهجمات بشكل متكرر أكثر من إذا ما تشتكي أمراض ثانية. جميل. أنا ليش ذكرت هذا الجانب الإيجابي عندهم دكتور؟ لأن اللي أنا أعرفه حسب يقولون يعني نحن إذا زعلنا أو تضايجنا يقولوا محمود ممكن تجينا الهجمة والأعراض هذه اللي ذكرتها. أيوه. إنزين. ذكرت أن النساء ضعف الرجال، ها دكتور؟ أيوه. ضعف أو أحيانا ممكن 1 in 3 يعني 1 in 3. طيب كيف الواحد يتعايش مع هذا المرض؟ 1 إذا كان مريض، 2 إذا كان حواليه شخص مريض كيف ممكن يتعايش مع هذا الشخص المريض أنه يحاول أنه يحسن من العلاج المقدم له؟ أولا عشان التعايش مع المرض لازم نثقف المجتمع على هالشيء، فهذا بدينا بدور كبير، القسم بدأ بدور كبير لتثقيف المجتمع، فصارت مبادرات كبيرة خلال السنين اللي فاتت بشكل سنوي نعرف فيها عن المرض. المرض مش معدي، أولا مرض فيها نسبة كبيرة من المناعة الذاتية الأوتوميون ديزيز، ممكن يصيب أي شخص بين 20 و 40. في ناس عندهم مناصب مرموقة في الدولة صح، وعندهم المرض وما تحس فيها. صحيح. المريض يجيني دائما يقول أنا أتذكر أن عندي المرض يوم أخذ الدواء، فهذا الشيء الإيجابي للمرض، فمنات الدواء يعيش حياة طبيعية يعني ما في شيء. ممكن يعيش أغلب الناس بيون تشوفهم يمشون بشكل طبيعي جدا وما تيهم أي هجمات وعندهم المرض هذا، حتى الناس ما يعرفون عندهم المرض. صحيح. والأدوية في مشاهير بعد دكتور عندنا بعد نفس الموضوع، في مشاهير كثير بس للسرية العمل ما نقدر نذكر اسمهم. لا ما بنذكر طبعا. بس في ناس هم تبرعوا وقالوا ان عندهم المرض هذا. صح. من باب التوعية. من باب التوعية بهذا المرض، لانه من قبل يمكن حتى وايدين يسمعون الحين ما يعرفون شو يعني التصلب اللويحي. زين. دكتور يعني نحن ذكرنا ان التصلب اللويحي يتركز في مقاومة معالجة رد الفعل المناعي الذاتي. العلاج شو يكون بالنسبة للتصلب اللويحي؟ العلاج يعتبر في أي مرحلة أنت، إذا مرحلة حديثة والمرض بسيط والأعراض بسيطة جدا ممكن نعالج الحالة الطارئة الهجمة اللي تصير له بالكورتيزون. بس في علاج يسمونه علاج وقائي. أيوة. فيوجد عندنا أدوية من قبل 10 سنين أو 15 سنة كان دواء ودوائين موجود. الأدوية غالية دكتور أظن العلاج بالنسبة لهذا المرض. ايوه هذه، بس في شركات تعاونت معنا تساعد الناس تساعد المحتاجين. ممتاز. واحد يقول ممكن شرح معنى التصلب اللويحي والدكتور شرحها، بس دكتور ما في مانع لان في ناس انضموا لنا للسمع الحين، بس نذكرهم بمعنى التصلب اللويحي. التصلب اللويحي هو مرض مناعه ذاتيه بالانجليزي يسمونه اوتيمون، حيث يقوم جهاز المناعه بمهاجمه نفسه. المهاجمه هاي جهاز المناعة تؤدي هالعملية مهاجمة جهاز المناعة الذاتية إلى إتلاف طبقة
المايلي الطبقة الدهنية اللي حوالين العصب. فتلاف جزء معين هذا يسبب الأعراض على حسب التلف وين يكون. إذا صار في العصب البصري يصير غبرة في العين أو غباش في العين. إذا العصب الحسي يسبب عدم أو مشكلة في الإحساس. إذا العصب الحركي يسبب شلل مؤقت أو ضعف مؤقت. صحيح. إذا العصب التوازي يسبب عدم توازن. ويعني يعتمد على وين مكان يصير الالتهاب. طيب دكتور، بغض النظر عن الإصابة بهذا المرض بشكل وراثي، إنزين إذا ممكن يكون سبب وراثي، بغض النظر عن الاحتمالات الوراثية، هل في إمكانية للوقاية من مثل هذا المرض؟ الوقاية إذا عرفنا السبب بطل العجب. لحد الآن ما عرفنا السبب الدقيق. في أسباب ثانوية، يعني إذا عرفنا إذا فيروس معين يسبب هذا الشيء نعطي تطعيم للفيروس انتهى الموضوع. صح. بس نحن الحين ما وجدنا السبب الرئيسي الدقيق للمرض. إن شاء الله منحصل هذا السبب، ولكن العلاج متوفر، ويعني قسم الأعصاب يقدم العديد من الخدمات في هذا المجال. وقسم الصيدلة نشكرهم كثير لأن ساعدونا في حصول الأدوية. جميل. وأنتم عندكم بعض المبادرات الإنسانية دكتور في هذا المجال، أنكم تقدمون هذه الأدوية بعد كذلك بشكل أو بآخر أن توصل للمريض، تتأكدون أن توصل للمريض ما كانت بأسعار مناسبة وحتى مجانا. أعتقد أحيانا نصير مجانا. صحيح. نحن دكتور يعني نبغي بس نعطيك كلمة أخيرة، يمكن محور نسينا نتكلم فيه ولا شيء تبغي تضيف لهذا الحوار. أنا بأشكر إدارة مستشفى راشد لمساعدتهم بالموضوع، كذلك نشكر جميع الفرق المعنية لعلاج مرض التصلب الأعصاب، أطباء الأعصاب، جراحة الأعصاب، أطباء الأشعة، أطباء العلاج الطبيعي والنفسية، وقسم الصيدلية بالذات لأنهم مساعدونا في توفير الأدوية الموجودة حالياً. طيب دكتور ألف مبروك حصولكم على هذه الشهادة. أنتوا الحين مركز معتمد، أول مركز معتمد بهذه الشهادة اللي هي شو يسمونها شهادة دكتور؟ هو شهادة اعتراف من قبل قسم التصلب الأعصاب الوحي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مينك تريمز بالإنجليزي. مينك تريمز. هي مش مركز، الحين ما فتحنا مركز، هي خدمة. موجودة بس نعمل في المستقبل إن شاء الله فتح مركز متخصص يضم فيها جميع التخصصات المعنية لعلاج مرضى التصلب الأعصاب. أنتم ما شاء الله عليكم مميزين دكتور، وأنت من الأسماء المعروفة في هذا المجال على مستوى المنطقة. وهذا التيم هذا كله تيم وورك أو الفريق كامل. ألف مبروك دكتور، ونتمنى لكم إن شاء الله من إنجاز إلى آخر، وشاكرين لك يعني هذا التوضيح بالنسبة للتصلب الويحي، لأن مثل ما ذكرنا أن من الأمراض اللي بدأت تتفشى يعني شكل كبير في دولة الإمارات، وأنتوا دقيتوا ناقوس الخطر مبكرا، فيعطيكم العافية. شكرا لك. شكرا جزيلا. إذا كان معنا عبر الهاتف الدكتور أبو بكر المدني، استشاري ورئيس قسم الأعصاب في مستشفى راشد، كلمنا عن حصول قسم الأعصاب على شهادة اعتراف معتمدة من المينك تريرمز، الشهادة هذه الأولى على مستوى المنطقة وشمال أفريقيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ألف مبروك لهم. مستشفى راشد من يعني دائما أقول شهادتي مجروحة فيهم، لأن هنالك الكثير من الإنجازات اللي تحققت في هذا المجال. جرب المايك من عندك، خلنا نصبح عليك. صباحك الله بالخير. شو الأخبار؟ كيف الأحوال محمود؟ تحية لك والبرنامجك الصباحي الرائع. الأستاذ يعني كفاح الكعبي. تتكلم عن التصلب اللوحي الويحي. نعم الويحي، أنا فكرت ناصر اللي دخل في التصلب اللويحي يعني من تحية الميرة كذلك يعني. تحية الميرة، تحية لك أستاذ كفاح. يعني إذا ما بتكلم، أنت عندك برنامج رياضي، والرياضة جزء كبير منها يعني يعتد بها في تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى ليش حلو قلت المجتمع. طبعا الرياضة مرتبطة بالصحة. صح.
عند البعض طبعا. شو قصدك؟ في رياضيين هم الأسوأ من حيث الاهتمام بالصحة، يعني لأنه قوي ولأنه يمارس رياضة يفكر أنه ممكن يأكل كل شيء، ممكن يشرب كل شيء، ممكن، أنت عارف، فهذه إشكالية خطيرة. يعني أنا من يوم في حالات عرفت أني مع الدكتور أستاذ إيه؟ كفاح في, 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 في الملاعب أو أثناء ممارسة الرياضة لأسباب يعني هذا الموت الفجأة اللي أيوه. هو الآن أحد المشاكل الخطيرة، اللي واحد ما في أي شيء وفجأة يسقط في الملعب ميت. ولكن أنا يعني من يوم عرفت أن عندي سكري مثلا صار الاهتمام في الصحة أكثر بكثير من يوم الواحد ما يعرف ما عنده سكري، لأن صار يحافظ على الأكل نوعا ما والوجبات، ولو أنه يعني بعض الأحيان فلاتي ولا. طيب شو ممكن تقدم لنا نصيحة بما أنك أنت رياضي سابق وأيضا محلل رياضي حاليا، شو تنصح الرياضيين واحد وغير الرياضيين اثنين؟ المشي الكل، يعني أنت عارف أقل شيء، أقل شيء ممكن تسويه المشي. حتى الآن اكتشفوا أن الجري في إشكاليات خطيرة بعض الأحيان، خصوصا الناس اللي عندهم إشكالية في القلب، ولكن المشي ما يضر حد، وبعدين يحرق، يعني خصوصا إذا كان مشي متواصل، يعني يوميا ساعة مثلا، يوميا نص ساعة الأقل حدنا، بس مو مشي على مهلك على كأنك طالع أقول تدلع، يعني لا، مشي عادي، يعني مشي رياضي اللي هو أقرب إلى الجري. يعني كم كيلو تمشي في اليوم أنت؟ أنا صراحة في الأحلام أمشي وايد والله العظيم، يعني أنا في الحلم أمشي. أيام زمان كنت أنا ألعب مباريتين في اليوم محمود، كرة قدم وكرة يد، لغاية أيام الجامعة، يعني جامعة الإمارات كنت في منتخب القدم واليد في نفس الوقت. كابتن أيام زمان أنا كنت ألعب من الساعة القائلة، يعني إيه؟ من 3:30 لين 9 في الليل. زين شو رأيك، أنا في المدرسة كان بين الحصة والحصة عندي رياضة، وحصص الرياضة رياضة، والرياضيات رياضة، والإنجليزي رياضة، فلو تجمعهم يعني كان كل شيء رياضة بالنسبة لي، يعني رغم أني ما كنت كسول جدا، ولكن كان عندي بعض الحصص اللي ما أحبها مثل الرياضيات أبدا. يعني زين، أنت من المتعاملين مالنا في هيئة الصحة بدبي، أبغى أسألك حين بشفافية، نعم، شو رأيك، نعم، في الخدمات اللي تقدمها الهيئة بشكل عام؟ والله صراحة يعني أنا تفاجأت في بعض الأقسام، يعني خصوصا بالنسبة للدم، يعني ودائما كنت متطوع دائم للتبرع بالدم، الطريقة اللي يجيبونك فيها ويعني طريقة رائعة وجميلة. يعني أتمنى يا أخوان أنه أي واحد، يا أخوان الدم هذا لازم يتغير، فلذلك أنت بدل ما جسمه يصير دم فاسد تبرع فيه، ممكن تنقذ حياة الكثير من الناس. خدمات صراحة يعني الهيئة الصحة في دبي غير عادية، وخصوصا انا معاملتي مع البرشة، يعني ايوه عرفنا ليش عندنا واسطة. لا والله بدون ما يعني رحت انا وشفت المعاملة كيف صراحة. الان الاشكالية الكبرى اللي صايرة في الصحة بشكل عام ان صايرة كل شيء بفلوس، فلذلك يوم تحس ان واحد يعاملك مش عشان يربح من جيبك بس، هذا شعور رائع وجميل. نحن شاكرين لك استاذ كفاح، يعني وجودك في الاستوديو ما كان للدخول وهذا، بس انك قاعد تستمع لنا، فقلنا ناخذ الفرصة هذه وندردش معاك شوية. استاذ كفاح الكعبي، شكرا، زميلنا في إذاعة نور دبي ومقدم برنامج روحك رياضية. عموما وصلنا لختام الحلقة اليوم، شكرا لك يا أميرة الخفلي ما قصرتي، وهذه تحيات ناصر السليمي مخرجنا، وأيضا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد، حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.